تسأل وتقول إنها عندما تنتهي من الصلاة وتسلم تقول الفاتحة بقولها فاتحة لسيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا، والفاتحة إلى روح سيدنا محمد وإلى أصحابه ومن تبعه والذي يتبعه، والفاتحة إلى روح أهل نبينا وزوجاته وذريته، وفاتحة إلى روح والديني ووالدي والديني ولجميع المسلمين من مشارق الدنيا ومغاربها من ذكر وأنثى، تغفر لهم وترحمهم لعل درجاتهم في الجنة. ثم تقرأ سورة الفاتحة. ما مدى صحة هذا القول؟ هل هو صحيح أم لا؟ هذا القول غير صحيح، وهو بدعة ولا أجر فيه ولا ثواب، لأنه لم يرد قراءة الفاتحة بعد الصلاة لا للإنسان نفسه ولا لغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإنما الوارد أن الإنسان يقرأ بعد الفريضة بآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين مرة مرة إلا بعد صلاة الفجر فيكرر هذه السور ثلاث مرات، وبعد صلاة المغرب يكرر هذه السور الإخلاص الفلق الناس ثلاث مرات. هذا هو المستحب والوارد. وأما القراءة عن الأموات لا الفاتحة ولا غير الفاتحة فهذا لم يرد به دليل، وإنما الوارد الاستغفار والدعاء للأحياء والأموات من المسلمين، فيستغفر لهم ويدعو لهم أو يتصدق عمن شاء من إخوانه المسلمين، هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو كذلك الحج والعمرة لمن حج عن نفسه واعتمر عن نفسه لا بأس أن يحج عن الأموات من أقاربه وغيرهم. هذه التي ورد بها الأدلة أنها تفعل عن الغير ويصل ثوابها إذا تقبلها الله إلى من نويت له. أما قراءة القرآن عن الأموات أو على أرواحهم أو عند قبورهم أو عند جنائزهم كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها.